طبعا هي شهادة برو تعتبر هي على شهادة تدريبية، والتعليمات الاتحاد الآسيوي طبعا بالمستقبل القريب ما تسمح لأي مدرب أنه يقود لا منتخب ولا نادي بالنسبة لدور النخبة إلا يكون يمتلك هذه الشهادة، وإضافة إلى ذلك أنه تواكب العالم بعلم التدريب والتطور وكل ما هو جديد يعني بعالم التدريب، إذا كان على المستوى التكتيكي أو على المستوى الفني أو على المستوى الإعلامي أو على المستوى النفسي أو على البدني أو حتى على مستوى حراسة المرمى. يعني إحنا مدربين لكن أخذنا كل التعليمات اللي تخص التدريب من حارس المرمى إلى آخر لاعب، والجانب النفسي أيضا مهم، الجانب الإعلامي مهم، التعامل، يعني في كل المجالات اتطرقنا لها بهذه الدورة، فهي فوائدها كبيرة جدا، بالإضافة إلى أنها هي إجازة سوق أنه أنت تقدر تعمل من قبل الاتحاد الآسيوي في أي بطولة إذا كانت على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي. بالعكس عندنا مدربين احنا، يعني الكابتن راضي قبلنا، كابتن باسم قاسم، كابتن عبد الغني شهد، حيدر جبار، كثير من المدربين ما يقارب 10 و15 مدرب يمتلكون هذه الشهادة التدريبية الموجودة حاليا. الفائدة من عندها تعرف انت، كل ما يكثر عدد الشهادات البرو بالبلد كل ما تكثر عندنا ميزة انه راح يكونون المدربين على مستوى عالي ومواكبين التطور. ايضا مو بس انه انت تحصل على الشهاده وتقعد وتسكت، لا، يجب ان تكون لك يعني دورات تدريبيه، معايشات تدريبيه، انه تواكب المدربين العالم شو يسوون، شلون جاي يدربون. ايضا يجب انه يكون هناك جلسات مهمه بالنسبه للجانب التدريبي مع خيره مدربين العالم، اذا كان من خلال الانترنت او من خلال انه انت تروح تطور من نفسك. فكل هذا العمل احنا كمدربين جاي نعمل عليه، وان شاء الله نتمنى انه كله يصب مصلحه الكره العراقيه. طبعا احنا مخلين برنامج تدريبي لمده 6 شهور للفريق ومتفقين عليه، والجهاز الفني المساعد مشى على هذا البرنامج، ما اختلف عندنا اي شيء. اضافه ذلك المباريات الوديه كانت كلها تكون مصوره وتجيني يعني اول باول، وايضا حتى الوحدات التدريبيه كانت مصوره وتجيني اول باول، فكنت قريب جدا يعني من عندهم، واعرف حتى اتصالي كان بالجهاز الطبي واتصالي كان بالجهاز الاعلامي، يعني دائما كنا مواكبين الفريق وما تركناه خلال فتره ال40 يوم. اي طبعا احنا تحضيراتنا هي من استلمنا الفريق، تحضيراتنا بدات بخطوات مهمه، ووصلنا الخطوه اللي هي الاهم انه وصل اللاعب، قمنا نلعب مع دور الدرجه الاولى ودور النخبه الفريق الأول، وهذا النقطة إيجابية بالنسبة لنا لأن الفريق أخذ جرعات تدريبية ممتازة خلال السنة ونص رغم وجود كورونا فيروس. يعني ما قدرنا أنه نتدرب بالملعب، لكن أيضا كنا مخلين لهم منهاج تدريبي مميز، يعني اللاعب يتدرب بالبيت مالته. ووصلنا لمرحلة مهمة، وأعتقد هذه المراحل اللي بديناها جاي تمشي بخطة ثابتة بالنسبة لنا كجهاز فني. ايضا نتمنى انه الفريق يكون له مشاركات يعني خارجيه، يعني اذا كان على المستوى البطولات الوديه وعلى المباريات الوديه على مود يبقى اللاعب بالفورمه. تعرف احنا ما نعد فريق ما نعد ناشئ لبطوله الناشئين، احنا جاي نعمل مثل ما جاي يعمل العالم كله انه نعد لاعب للمستقبل الكره العراقيه. فهذا العمل يحتاج الى فترات تدريبيه جدا طويله، يعني يحتاج ان فترات تدريبيه هذا اللاعب يستمر 7 سنين 8 سنين يا الله يقدر يوصل المنتخب الوطني. وهاي الميزه اللي راح تميزنا عن ان شاء الله بالمستقبل القادم، انه نشوف لاعبنا بالمنتخب الوطني راح يكون لاعب مهيئ ومميز من جميع النواحي، اذا كان من ناحيه العمر التدريبي او من ناحيه الجانب البدني او كثير من النواحي، الجانب النفسي، الجانب الاعلامي، دخلنا وياهم كل الامور اللي تخص اللاعب، حتى بجانب التغذيه اللاعبين يعني شلون يتغذون شلون يكونون جاهزين للمباريات وللبطولات ان شاء الله. اي لا، انا هدفي انه ما اشارك بطوله اجمع لاعبين واروح اشارك بطوله ورا البطوله افلش الفريق مثل ما كنا نعمل بالسابق، وهو هذا اللي وقعنا باخطاء يعني جدا كبيره. لا، هدفنا انه احنا نبني لاعب، ما تهمنا البطوله، نشارك بطوله بطولتين ثلاثه نطلع من عندهن، نخسر 4 أو 5 بالناشئين ما عندنا مشكله، لكن هي لاعب للمستقبل، مستقبل الكره العراقيه. احنا كنا بالسابق نحصل على بطولات
ونكون مميزين بالبطولات، بس من نوصل للمنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي ما عدنا ما نقدر نحصل فريق النهائي. لكن إن شاء الله خلال فترة 6 سنين القادمة 7 سنين القادمة راح نشوف إنه يكون المنتخب الأولمبي على مستوى عالي، المنتخب الوطني على مستوى عالي. بسبب وهاي تحتاج لها إلى خطوات مهمة، يعني مو بس هذا الجيل، لا المدرب اللي بعدنا والمدرب اللي بعدنا والمدرب اللي بعدنا على مستوى المنتخبات الناشئين والأشبال، على مود نوسع القاعدة، وهاي القاعدة متتوسع راح يكونون عندنا في 300-400 لاعب بعد 7 سنين مهيئين يكونون ضمن تشكيلات المنتخبات الوطني الأولمبي والوطني، إضافة إلى أنه راح يكونون مميزين بالدوري، يعني يكونوا لاعبين مهمين ومميزين بالدوري. أنا أطالب أنه يكون لهم دوري للفئات العمرية، لأن هاي أهم نقطة أنه تطوير اللاعب، أنه نعيش اللاعب، أنه يدخل أجواء المنافسات مو بس على عن طريق المنتخب الوطني، لا عن طريق الدوري، ويكون لاعب مهيئ بالدوري بالفئات العمريه، وبعدين من يجينا يتدرب عندنا ومن احنا ناخذه ونشاركه ببطولات اذا كانت بطولات وديه او بطولات رسميه، كل هاي تحفز اللاعب وتخلي اللاعب مهيئ انه يكون لاعب منتخب وطني المستقبل. احنا من الناحيه البدنيه جايين نخلي حلول بديله، وهذه الحلول البديله انا اشوفها مو كافيه، انه احنا هسه ركزنا على انه كل اسبوع جايين نتدرب 5 ايام يوم الخامس مباراه، وندخل اللاعب اجواء المباراه انه نحسس انه هاي المباراه رسميه ويجب ان نكون نحقق نتيجه بها، بالاضافه الى تطبيق الواجبات. فكل هذا انه لكن مو مثل انه هو يدخل مباراه رسميه ويدخل يلعب ويلاعب بعمره ولاعب بمستوى ويشوف نفسه انه هو فارق عنه لاعب منتخب وطني. انا اتمنى انه يكون اكو دوري، اتمنى واطالب انه يكون اكو دوري، وسبق وان طالبت وصار سنتين انا متواجد مع المنتخب الوطني الح على انه يكون اكو دوري، لكن لحد الان الاستجابات ضعيفه من قبل الانديه ومن قبل الاتحاد. اتمنى انه وهاي مو مصلحه لي شخصيه، لا هاي مصلحه اللاعبين ومصلحه الدوري العراقي ومصلحه المنتخبات الوطنيه تنصب انه يتواجد اكو دوري للفئات العمريه. فمطلبنا الوحيد انه دوري، والمطلب الثاني انه يكون اكو منهاج وبرنامج معد ومخطط له للمنتخبات الوطنيه من قبل اللجان اللي موجوده، على مود احنا على ضوء البرنامج اللي يخلونا احنا نقدر نخلي برنامجنا التدريبي. والله يعني رغم الظروف المالية اللي جاي تمر بها الفرق، لكن الفئات العمرية يجب أن ما نستغنى عنها، إضافة لذلك أن نسهل عمل الأندية بقوانين. يعني أنا مثلا أخلي قوانين أو أسوي أنه دوري، مثلا دوري بغداد، دوري الفرات الأوسط، دوري الشمال. ليش؟ على مود على الأقل تقدير أنه اللاعب يحس بنفسه أنه جاي يلعب، وهذه الدوريات تكون بديلة للدوري العام للفئات العمرية، على مود الأندية ما تخسر أموال، بس تخصص مدربين، أجهزة فنية، تعطيهم رواتب، تجيب لاعبين. لاعبين بالفئات العمرية ما يحتاجون رواتب، ما يحتاجون مخصصات، مجرد أنه إحنا نريدهم يكونون مشاركين يلعبون بسبب الضائقة المالية. أما إذا انتهت الضائقة المالية لا، ممكن أنه إحنا دورينا يصير دور عام ونقدر انه نحقق مميزات ممتازه بالنسبه للدوري، دوري الفئات العمريه مثل ما جاي نحققه بدوري النخبه. فاذا ما يصير اكو تواصل ما بين الدوري الاشبال والناشئين والشباب والرديف امتداد للفريق الاول، دوري النخبه غير كافي، وجاي نشوف احنا النتائج والطرق اللي جاي يلعب بها دوري النخبه. يعني مو كل الفرق جاي تكون مميزه، ليش؟ بسبب انه اللاعب ما جاي يجيهم مؤسس من دوري الفئات العمريه. حتى مدربين الانديه اللي بدور النخبه انا اشوف جاي يكون عندهم معاناه بالجوانب التكتيكيه بالجوانب الفنيه، كل هاي بسبب عدم وجود دوري الفئات العمريه وعدم صقل اللاعب بالطريقه الصحيحه. احنا بالنسبه للاختبارات مالتنا والتداخل اللي صار عندنا صار مميز جدا، يعني احنا رغم انه اجرينا عمليه اختبارات وكانت عمليه شاقه وعمليه صعبه جدا بالنسبه لنا، لكن احنا نعرف انه احنا لازم انه ندور على حلول بديله للي جاي يصير عدم وجود دوري. فتمخضت لنا عن كسب ما يقارب 6 لاعبين الى 7 لاعبين دخلوا ضمن تشكيله الفريق، ممكن ضمن 30 لاعب، وحتى لو حصلنا من عندهم لاعبين او 3 يكونون ضمن 25 لاعب. هذا فشيء مميز جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للاختبارات اللي اجريناها. فكل ما نعمل اختبارات يطلع لنا لاعب لاعبين، كل ما نعمل اختبارات يطلع لنا لاعب لاعبين، وهذا راح يكون فد عامل يساعدنا انه دائما انه احنا نفتح باب الاختبارات.
اضافه لذلك احنا هذا الحل البديل لعدم وجود دوري. يعني احنا لو عندنا دوري نروح نقعد على الدوري ونتابع اللاعب بست مباريات بسبع مباريات حتى ما نستعجل باستقطاب اللاعب، لكن احنا عدم وجود دوري جاي نسوي هاي الطرق البديله، واللاعب اللي نقتنع به نشوفه اللعبه فد اربع مباريات خمس مباريات ونشوف مدى تاثيره مع الفريق ومدى دخوله ومدى تطوره خلال فتره الشهرين او الثلاثه اللي هو جاي يتواجد بها ويانا. هي جاي نعاني احنا وصعوبه بالنسبه لنا، لكن هذه طرق بديله جاي نضعها من اجل انه احنا ما نبقى مكتوفين اليد وننتظر انه دوري ماكو واحنا نقعد ونسكت ما نسوي اختبارات او ما ناسس فريق، لان احنا هسه مؤتمنين وهذه امانه وهاي اللاعبين كلهم امانه عندنا، ونتمنى انه نعمل وهذا العمل مالتنا يكون يصب بمصلحه الكره العراقيه بالمستقبل القريب ان شاء الله. احنا اجرينا بعض الاتصالات مع الدول القريبه علينا مثل السعوديه مثل البحرين مثل عمان ممكن حتى قطر. طبعا ابدت الفرق استعدادها لاستقبالنا يعني في حصولنا على مباريات وديه، وهذه المباريات الوديه نعتبرها هي فشيء جيد انه نطلع اللاعب ونخليه يشارك مباراه وديه، لكن احنا كنا نتمنى انه تكون انه بطولات، وحتى لو تكون بطولات وديه مثلا تجمع اربع فرق خمس فرق ست فرق ثمان فرق هاي تكون افضل. انه ليش؟ لان يدخل باجواء المباراه وممكن يلعب مجموعات وممكن بعدين ينافس ويصعد شبه نهائي ويصعد نهائي وممكن او يطلع من الدور الاول يشوف شنو اخطائنا. حتى يعني خلينا محلل فني راح يكون يعني حلل الفريق مالنا، احنا نحلل الفرق اللي راح نلعب وياها. كل هاي النقاط اللي وضعناها هي مهمه وتاثر باللاعب وتخليه انه يفكر يشوف اخطائه يصحح، احنا كمدربين نشوف اخطائنا نصحح اخطائنا داخل الملعب، نشوف ايجابياتنا نعززها. فكل هاي الامور احنا ان شاء الله جاي نعمل عليها خطوه خطوه، لكن نحتاج الى دعم ونحتاج الى مساعده الجميع.